Mavi, fireban, madam. Fireban, noose. Yeah, they are cheap time, madam. Levna, leban, ma chips. Fasulia, malfi wine goat, fi dora wine goat. Fi wine, yung cheap time, madam. Where are you going? I will open the door for you. Who's it? Thank you, sir. Thank you, sir. Where are you going? With who you are talking? Hey! Yes. Hey! Sir, excuse me, sir. Okay, madam, can I say that, sir? Sure, gar. You're okay, thank you, madam. Bye. Sure. What are you doing? You know, when you were speaking with the phone, you were excited. How are you? Fine, thank you, sir. How is everything? It's okay, sir. You still fasting? Yes. Shut up! Bad liar! No but, eating, sir. Only drinking. Rabbi, ما تذبت. هي المتى وتحين يظهرون هنا أبوي. ولا سائر النهار أبوي ما يتظهر. بيموت من الحر. ما يتظهر. إيه سلام عليك يا ميلة سناء ديبك البارحة. يا رجل. هذا وقت الظهر عاد الحين حان وقت الخروج. الخروج اليوم شوي مبكر بالعاني بالعمالة قاصد اني اظهر مبكر. على فكرة وقف ابوي المالح وطلبنا ابوي من الحوت جزاه الله خير وما قصر. واني برويكم يا مرة بيكم نسيت. وصل ابوي على ما تشوفون. هذا ابوي مالح مال خيل وهذا مال يده مال خيل ومال يده ما شاء الله الاوليات كلهن عبران. وهذا اللي تشوفونه تقولوا ما قلنا لكم هذا المريل. شوف مخبره شوفوا هذا ابوي مريلنا الاولي اللي تحيدون هاك الحليان شلوا ابوي شركه الحريز وصفروا وعدلوا وقصوا قاعته ورقعوا وسووا له قاعه من يد ويديد ورد ابوي لنق بقراطيسه ما تقول هو الاولي ما شاء الله عليهم. بس تعرفه الا من احلق الحلق مالاته بدون الحلق مستحيل تعرفه. هاي احلق الاوليات صفروا وعدلوا وفصلوا له بعد غطاه وقصوا من تحت ورقعوا. شو بقول لكم امر استوى عليه الرد جديد لق. جزاكم الله خير يا شركة الحريز ما قصرتوا. هاي شركة من أعرق وأقدم شركات لتصنيع الجدور والوعيان والآلات وكل شيء في دبي اللي يخدمون الدباب وهم اللي يخدمون هالمكايم مالات اللي نحن نخبز عليهم هاللي الخمير وكل شيء يعني. فلذلك إن شاء الله خلاف بصور لكم أبوي حسابهم بحط لكم عنوانهم ورقم واحد. هالشركة شركة فيك في دولة الإمارات وفي الدنيا العودة كلها حتى من الكويت ياخذون أبوي سامانهم من كل دول مجلس التعاون وكل الدنيا العودة. بس أقول والله أني ما عرفته إلا من الحلق مالاته. صفروا وعدلوا وزينوا يا أبوه جزاهم الله خير. وخلاص حتى مالح الحوت اللي بخبركم عنه بصور لكم اياه برويكم شو الفرق بينه وبين اي مالح وشو الفرق بين الخيل وبين اليدر وبين القباب. الخيل اللي هي العنبره اللي هي خيل البحر. يلا ما شيتين الحين سامحوني بسير اسوي شويه رياضه وان شاء الله يوم برد. لكن ما بي وحيلي اصلا اليوم. ليش ما بي وحيلي؟ لان اليوم الله يسلمكم عقب الفطور مباشره بريح شويه نص ساعه وخلاف اذا الله جعلنا من الحيين بسير العيد. اليوم عندي شغله في العيد معزوم على فواله في العيد. اخذت لي تقريبا ما يقارب لفه كامله حين دور المدارس الوطنيه كامله من البيت لي اخذت لفه كامله. خطفت الطريق هذا كله وحين ابوي القط ابوي هاي هالحصة فنانة كأنها تقولي تعال ابوي وتفيزر وارمس فوق عمرك ابوي من هالمثالة زين وابرك لك ابوي وريح شوية 10 دقايق
خلاص كمل طريقك. قلنا للحصاه ان شاء الله. كان حصاه تعزم بنادم هي لا واليوم طقب بعدها ابيض وفوق ابيض. يا سلام، هذا من هذا من الكولكشن اللي من من الكمباني يوم في لندن. مجموعه قلت خاطري متى بلبسه؟ ما كنت لبس شيء ابيض يوم عدى اليوم ابوي لبسنا. انزين بنار مسحينه عن موضوع شيء بسيط صغيروني الله يكون يوز لكم، موضوع عادي يعني شبه يوم يحصل في كل بيت عند كل العرب عند كل الناس. بنادم تدون اي انسان موده يتغير، انا اصبح ولا امسى ولا ناش مرقاد ولا استوى لظرف، اي شيء بنادم يخلف مزاجه نش مرقاده، حلم مزعج، شيء كدر خاطره، ظاهر من بيته، المهم اي شيء ترى يخلف مزاج الانسان للأسوأ او للاحسن. والاغلب الاغلب اللي نشوا مرقادهم من العرب، عفان الله، من نش مرقاد تلقى طوارب. لكن كل انسان طبيعي، كل انسان طبيعي معرض للفرح، للحزن، للضيج، للأناسة، لكل شيء. ظروف الحياة هذه مستحيل تلقط إنسان دوما مبسوط أو دوما فرحان أو دوما يتيهيل من الضحك أو يصاجع، ومستحيل بعد تلقط إنسان دوما حزين لابد من الفرح والأناسة، ومستحيل تلقط إنسان دوما مفرفش لابد شوية كدر. هذه الدنيا من استوت شبت بالجرنين، إن البني آدم معرض للفرح والحزن والكآبة والضيج والملل، ولكل شيء في هالحياة له مخرج وله سبب. فلابد للإنسان أن يتغير مزاجه، يتغير مزاجه، أن فرحان على طول ما يستوي، وفرحان ظهرت من البيت مبسوط ومعين من الله خير، ظهرت خاري ولفت عليك سيارة ولا دعمك حد ولا شفت شيء يكدرك ولا شيء من خلق من تجس ما قلت انه الدودة ولا دودة النخيل لازم بتكدر. ترى هذا السبب، سبب من اسباب الكدر انك ظاهر. لذلك ما في شيء يخليك على سنعك على رسلك سيدة سيدة، ما يستوي، هذا حال الدنيا. فالسبب الخارجي مثلا اذا كنت متضايق ولقيت شيء أنسك ضحكت، زين هذا سبب خارجي. مستانس ولقيت شيء يزعلك هذا سبب خارجي. هذا كله نحن مؤمنين بهالموضوع أن هذا الشيء ما بيديك، هذا حال الدنيا وهذا هذه إرادة الله. تمشي الإنسان ما تعلم شو يستوي قدامك، يجيب لك السرور أو يجيب لك الكدر والهم. ما برو مر مسوين مية لس بيخطف علي الوقت. فسبب تغير طبيعة الإنسان ساعات عوامل خارجية للفرح أو للحزن، سواء فرحان أو حزنان. عزمت الحين أنت، هاي كلها عوامل خارجية يسمونها، مش بيديك، شيء خارج عن إرادتك، كان شيء بالسلبي أو بالإيجابي ما بعلى هواك. والله يخطف سيارة الكشرة ينهى الظهر واهي. الله يكون في عون اللي يشتغلون، الله يكون في عونهم مساكين، الله يرحمهم، ادعوا لهم في هالوقت وهالساعة المباركة ان الله يبقى يخفف عنهم مساكين. لا الله من الوقت حي وعذاب وغربة، الله المستعان. واحيانا يكون الانسان هو روحه سبب تغير موده او مزاجه او الوضع اللي هو فيه، وضعك اللي انت فيه هذا سبب تغيره انت، ان كان من الأسوأ الى الاحسن او من الاحسن الى الأسوأ. منك هذا الشيء، روحك انت عرضت نفسك لمود او لشيء غير مزاجك وغير نمط حياتك. انت اليوم مصبح مبسوط وفنان ورقم واحد، لكن بسبب شخصي بخبركم في الموضوع، بسبب جزاهم الله كل خير اللي مسوي هالمشروع حافظ عليهم هالبيت، يظهرون روحهم يظهرون نفسهم من الأناسة إلى الضيج ومن الضيج إلى الأناسة بسبب شخصي. الحين بأتيكم الرمسة. فمن الأسباب اللي تغير مزاج الشخص نفسه
من الأسباب اللي روح يغير مزاجه من الشيء العدل إلى الشيء المايل شو؟ ناشب خير وسهالة، معين من الله خير. الحلم، من يحلم نشلكم طم بالقادي التحرى طبل مسيندو طبل العود هالمال مكوارة قادي أبو كبر البيت العظيم شبلاك والله حلمان خوزوا عني حلمان. الأحلام سبب رئيسي لتغير أمزجة العرب الأوادم وبالأخص الحريم. بالأخص الحريم، من تحلم حلم أصبحت الصبح تشيع والذيع، يوم ما تخلي حدمة تشاكي خطر عليها تشاكي حتى الفلبيني يلي ما تعرف شو بيتخيله بتيلس تفهمها شو حلمانة علشان شو علشان بس تقولها أي معلومة. زي مشكرتها في غير ايش عرفها بحلامك انت تعزر عليها تشب ركبه وتعد عليها الحلم وطلع عنك ويا من حلم. ترى شيء حلم وشيء رؤية، الحلم من الشيطان والرؤية من الرحمن، فرق. والشيطان بحياته ما كد ياب خبر زين، فلذلك الأحلام كلها بوي من الشيطان، فلذلك أي حلم ترى من الشيطان مهما كان عدله ولا مايله. أي شيء فيه حلم ترى الحلم من الشيطان، أي شيء شر وأي شيء كدر أي شيء يسويك يجلب موتك هذا كله بوي أمور الشيطان. أنتم بحياتكم سمعتوا أن الشيطان أو عدو، والشيطان ترى عدو. أنتم بحياتكم سمعتوا عدو يجيب لك خبر زين، عدو يجيب لك خبر يفرح، عدوك يجيب لك هدية، سمعتوا؟ عدو يجيب لك هدية، يعطيك عطية، إن عطاك شيء بيعطيك شيء فيه سلال وملال، إن عطاك شيء بيعطيك شيء ينقزك، إن عطاك شيء بيعطيك شيء يكون تحسف عليه دبة حياتك إنك استلمته منه، ترى عدو. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرؤى من الرحمن والحلم من الشيطان، والشيطان عدو مستحيل يجيبلك رؤية، يجيبلك أحلام، يجيبلك أحلام. الأحلام كل حلم يخليك وجهك تصبح ثلاث أمتار مبيم وبرطمك منين وخشمك غادي تحراه ليت حمر من الكذب. واللي منكم يتابع لي في التلفزيون مال تفسير الأحلام، شوفوا اللي يتصلون منو، شوفوا منو اللي يتصل في المفسرين مال الأحلام. 99% حريم وتسعة من عشرة، 99% وتسعة من عشرة كلهن حريم. مستحيل تلقط ريال من النوادر، تلقط ريال متصل يعد حلم على المفسر الأحلام. كلهن حريم أقولكم 99% وتسعة من عشرة. الحين الله يحفظكم وصلت قريب يدب بتلاحق عمري بتسبح، لازم أعرف عمري قطرة ما بارد الحين، وبتسبح بعين الله خير وبفطر وبصلي وأنا ساير طريقي جد العين بكمل لكم السالفة. موضوع وايد ضروري، فموضوع لا يستهان به، وأنا في طريقي في العين ساير جد العين بخبركم عن بقية القصة إذا الله جعلنا من الحيين. وين سايرين العين؟ ساير معزوم على فوالة، الله يحفظكم. عند ناس شد جايينهم العام وما يبون تصوير عادي، قال ابو محمد نحن ابوي وما نبي تصوير دخيل والدي، قلنا ان شاء الله ما يهمكم. انا ترى ما اصور مني والطريق، انا اصور يوم ما شيء خلاف، ولكن يوم شيء خلاف وشيء قرقعه وشيء صدعوا ديانه، ما شيء لازم حق التصوير، تصوير للمكان اللي فيه تصوير. حد من العرب ما يجوز يقول نحن ابوي ابو محمد نحن تريا ييك شرات الهلال يا غير دخيل والديك، نحن ما نباك تصور ان شاء الله بالعيد، مش مشكله يعني وايد في بطني دون العيش واللحم، عشان كل شيء اللي بعد بتشوفه شيء وايد غير بتشوفه. الله يسلمكم. تمر هندي هذا جاي من عند شقيقي الاصغر خلف بن احمد بن عبد الله الخالدي ابو راشد، وهذا بنيتنا فديتها مسويه بابايا سلطه.
شكرا حبيبتي. وانت شو هالسقم اللي تسوينه؟ شو هذا؟ What is this؟ شو؟ سلطة. What سلطة؟ This is normal salad. Yes, then I will put this one up. Lebna with the leban. With ba'ad. Yes, with nana. Nana and leban? Yeah. All these? Yes, I will put top. Opponent. And here, the nana with leban. Leban and lemon. Lebna. Lebna, sorry. Lebna with the dry nana. Yeah, leban. Shasmich, dwarka. How many minutes you put this one? Everybody said how many minutes you put it inside the... This one? Uh-huh. If you put with a small thing, it will take 50 minutes or 60 minutes. 60. If it's more, you have to use 3 minutes. 3 minutes? Yes. 3 minutes and it will be dry like that? Yes. أيوة. Yeah, but first you have to drain water nicely. Nicely, To remove water nicely. يتحفف. Yeah. Thank you very much. To be clean, clean nicely. I'm going to Al-Ain today. You're going to Al-Ain? Yes. You'll go with me? No. Why? I'm going to ladies. All what I'm going the place today for ladies. Next time, sir. I will told madam. She said, okay, take her with you. I will take you. Sir. Yeah. Yes. Wow. Yes. Okay. I will try. I have to accept everything you said to me. Okay, I will talk with her. She said, okay, I will take Inshallah, you. Because madame, I'm visiting lady today. Inshallah, madame, to see next time. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي هنبات اللانقرة. واك الثمار لي فيها. وذمة راعي بوظبي يقول انه يطول العمر هذا. لانه حلوة. كل شيء حلو طول العمر. هذا منه ولا غيره؟ الربع رقود يا الخالدي ونحن الظهر باشنا خالد الخالدي في باشوتي والله ما يعبنا الا هالسناب عندك نحن بلشنا خالد الخالدي يا اهلا ذبحنا هو الباشوتي يا اهلا وقلنا لازم نجي وناخذ بس والروح ياخذ وياي العيل هاي جيلز سلام عليكم سلام الحناي هاو ار يو فاين دواركا هاو ار يو وير ار وي جوينج العين يلا ثانك يو وعلى اساس اني برمس وياكم فطري من اشتل هنا اوصل لكن ابوي يعني يوم حد يسوق بيت لازم تروع هو وضعي ما يسمح اني ارمس فما ادري يعني مثل نوع مثل الاضطراب زين دواركا يس سر يو هابي ام هابي سر تو جو تو الاين يس سر ثانك يو ام الحنايا يس سر ار يو هابي ام فيري هابي ار يو شور يس سر يو ار نوت لوك لايك هابي ام فيري هابي سر ثانك يو اللي تريا وان لين العيد لا في تريا للعيد ولا شيات اليوم زيارتي هالمكان الفنان اللي ماشي شرات عبارة كأنه مصبح علي عيد فلذلك أبوي لبسنا لهم لبسة العيد عاد ضيف الشرف عندهم هاي الفنانة أغني لكم مقطع من ميحد حمد حالا يلي لا ما هنا تعرفت بميحد انزيل يلا أغني طيب تحويل مسار من كم شهر وضعفت يعني لسه بضعف يعني الحمد لله ما شاء الله عليك الحمد لله فأنا أحب الإمارات وأحب أهلها مش كلام يعني كلاشيهات أكيد فاللي يحب حد ويبقى أصحابي أنا أصحابي كلهم ما شاء الله إماراتيات يعني فبتحبهم فبتحب تتكلم بكلامهم زائد أنا إنسانة طبيعية ما عنديش حتى تكلف وارسم الدور واعمل نفسي ما اعرفش ايه بالعكس كل الناس تشوف تسلم عليا يقول لي انت متواضع اقول لهم المفروض اكون ايه مش دراني ارد على الفولورز هذا حمدونه هذه خلاص فانا انسانه طبيعيه الحمد لله احترم الناس تحترمني اللي ما يحترموني لساني طويل انا مصريه قلت هبه الحين كلها نبوي الحين اروع الدار مشتكيات يقول هاي الحين عالت علينا وترمس رمستنا وتلبس برقعنا شو عليه من الطروق متعدي على شو منو قصدك منو قصدك ما اقدر اقول منو اي كان يلا اول ما اخذ ريالهن المصريات لا ده زمان احنا بنتكلم على حاليا لا 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 منو بيفلس بي بي بياكل بعقل الراجل حلاوه مو بنا لا اول بادي اللي خذوا ابوي الاصل المصريين والهنود هي المصريات والهنديات هي بس عيال المصريات شوفهم دلوقتي اللي موجودين الاماراتيين ما شاء الله متعلمين وفي مناصب ما شاء الله عليهم
فيعني احنا ما بنتكلمش كده، دي بتبقى عنصريه. ايوه النصيب مكتوب عند رب العباد، ما ضو مرمس اماراتي عشان اجيب راجل اماراتي يعني، وهم صراحه تنك اللي بيقولوا لي كده قسم بالله. بس لكن ممكن اروح اي وقت. انا على فكره وايد انبسطت اني شفتك، ما كنت اتوقع والله العظيم انا كمان ما كنت اتوقع اني بلقاك. والله انا كمان فنان عاده مال السوشيال ميديا على الطبيعه غير، وعلى في التليفون غير. لا والله انا انسانه جدا طبيعيه. اي والله بشهاده الناس. هي لا 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 فنانه 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 خفيفه الطينه وروحك خفيفه. تسلمي والله يعني الناس ما يسمعين الناس ما تريد الحين غير لهالنمونه، يريدون الطبيعه هذا هي هاي هي الحياه. الناس عايزه تبوي مهالي ما تدبوزها وتتفلسف انا وانا انا حتى لما اتحرطم على الناس تتحرطم بطريقه متحرطه. ايه اتحرطم والله يا رجل طول النهار والليل احط على الاوادم. حطي المايه بديت وريولتك. والله احط وبعدين انا ما اسكت يعني، يعني انا لما حد يقعد يقول حاجه ويضايقوني ويسبه بدون اسباب الناس ما اقول الله يهديهم الله يخربلهم ان شاء الله. ليه كده يعني؟ قبل ما اعمل لهم بلوك اقول لهم سمعي سمعي على طاري البلوك سوي شراتي انا اللي يستوي اي مع اللي بسوي لهم بلوك شهر اسبوعين ثلاثه اي مناسبتي ما يظهر من حول لين حول عفو عن المساجين انا اسوي عفو عن هالبلوك. طب انا عندي 6000 انا مره صورتهم قعدت 5 دقائق اعمل رول داون. والله قسم بالله فوق ال 5000 عملنا مقواك الناس تدور الفلورز بيزات وانت بلوك. لا والله عندي لا. الحمد لله وايد بس لا 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 سوي بويا عشان معيد يعني. لا عياد ايام الله مبروكه وانت حرمه طيبه وطالعه من ارض طيبه ومذكوره في القران يعني الحمد لله بلاد طيبه ونحن نحب بلادكم ونحبكم انزين. فلذلك لازم تسوين عفو شامل ان شاء الله. بوسه مني لكل اماراتي الصراحه بارك الله فيك من عيوني الهنتي. هذا ابو فيهم من كل ما تشتهي النفس تبارك الرحمن. هذا مرور الكرام هذا كل شيء كل شيء كل شيء. هذا يوم يقول لك العين قاضت فرق بين مقيض العين قيض العين هذا شوفوا حافي ما يجي فيه شرات الرطوبة وخرسان لا يجي حاف. هذا أبوي كان اللي محطوط فيه المايوب هذا ما صورت حد منكن بعيد عنكن. وهذا ما أدري شو أشياء دين يا ودي الهلاوة على قولك يا ابو ما بيهون علي ياكل هنا شكله غاوي مكلت بيخترب ترتيبه. Thank you. وين دواركا؟ دواركا من الحنة تعالن. والدنيا كلها تول وكل مكود وكل فنان عند كلها عند العرب كلها. يا خير يا ابوكم عصيدتهم سمعتوا بهاللي اللي كان هالبانة انظر إليها الدنيا كلها فيها. مع شيء خير عن شيء الدنيا العود وهذا بلاليتهم. شو بقول لكم كل طول وكل فنان وكل غاوي وكل مرتب. وين مغسل؟ هذا المغسل يا بس لو هذا مغسلي في البيت ما ظهرت منه. لو هذا مغسل يا رب ما بظهر. يا سلام على مغاسلهم. هذا أنا يحافظ علي ما زيني عدال البربل صح زرع علي بس يغسل يدي ما سكيت شيء بيدي والله. طيب دقي نظيفة والله ما سكيت شيء بيدي قصب زوها ما في شيء والله ولا سكيت شيء كل بخواشي وكله خطر عليهم يلج مني يحافظ عليهم على على ترتيبهم شغلهم وعدالهم. How are you girls? Fine. Thank you to bring us here. Look, this is our families. That's why I'm. They are cousin of my mother. That's why, yes. That's why we feel look like one family. Yeah, they are very nice. Yes. Welcome. Nice. We are happy. You want us to visit us now? إن شاء الله they will visit us. إن شاء الله. تباركت وتباركت وتباركت يا مراشد تباركت في هالمنزل الغاوي الفنان. يا الله يسعدك ان شاء الله. هذا المدخل هذا هم مدخل من رئيسي وهذا ترتيبهم وهذا سمعهم وهذا عدالهم
هذا أول ما تدخل شوفوا هذا أول ما تدخل يجيك المقسم هذا تصير هذا عاد النهاية اللي تولي صورناها من الطرف هذا غرفة الطعام وهذا الميلس الرئيسية يبقى النزولية كم تسوى كل فنان وكل غاوي ملكي ملكي شيوخي امبراطوري ما تعرف له هذا انت عادي الشباب يقولوا تصورين وياهم هات تصورين وياهم ايه بصور وياه ما تستحي لا انا مصرية عادي يا سلام المصريين ما تستحي لا يعني احنا في ثقافتنا عادي ليش احنا في ثقافتنا عادي يعني عندنا من المدرسة مختلط مع الشباب مع الولاد زي هبة شو سر اقامتك في الامارات والله انا بقالي 13 سنة هنا زي و كنت بشتغل يعني جايه على شغل زي فما اقدرش ما بعرفش اعيش برا الامارات حتى لما بنزل مصر بحس انه عايزه ارجع على طول سبحان الله يعني انا بلدي بس ما اقدرش ابعد عن الامارات كتير هل تتوقعين هذا انت ولا كل حد كل حد يجي الامارات ما يصبر ابدا انا مصبره فيها سحر أكيد فيها سحر أهلها سمعتي. سحر اللي يقول من شرب من ماهم ما يسلم من حماهم أي والله العظيم على الشيء الخاص أوكي معرسة عندك عيال لا ما عنديش ولا أتريا الهمور المزيون يا بعد يا بعد يا بعد يا ماي أهلي اللي هو مش موجود هي أصلا ما شيء يعني عبارة تتريين الهامور انقراض وعلى أساس أنك أنت المحاياة صح؟ والله في تعرفين شو المحاياة؟ المحاياة طعم اللي بيتحط للهامور وماله اوكي يعني انت اعتبروني طعم ان شاء الله ان شاء الله سمعتوا يا الحاضرين انزين انزين ماشي لا بس لا لا انا زي اقامتك الحين في وين انا منتج منفذ في ابو ظبي بس انا عايشه في دبي انا منتج منفذ لل يعني بروديوسر مع 254 منطقه الاعلاميه لحكومه ابو ظبي ما شاء الله ما شاء يعني انا كنت بشتغل في التلفزيونات قبل كده كبرت يا ابو حكومه ما شاء الله على شغال هناك في البلدية وفوق ما أدري شو لا 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 أنا بشتغل في الإعلام من زمان جدا والله يعني في مصر حتى كنت مع طارق الإعلام وين تقزري وقتك في العين أبو ظبي دبي بروح مشاوير بيبقى عندي شغل مثل يعني لو عندي حاجة راح دعاية عندي معزومة كده أروح واجي إيه سرتي حتى دي المكان الوحيد في الامارات اللي ما رحتوش حتى قسما بالله بالرغم من هالجريب مع الناس تبع دبي وايد جريب عن دبي هي بس ما حد قال لي تعالي وديكي حتى سمعني يا رواعي حتى دعنها لبنيه هاي تريا دعوه من عندك والله حاضر سؤال وضح لك الدور بتسيرين حتى رواعي. انا رحت ليوة بس ما سرت حتى شوفي رواعي حتى لازم بتسيري لها لازم تتبرقعين على طول لابسه البرقع في الشنطه وفي العربيه برا والله تجيبه لا لا تجيبه ولا عندك خبر والله البرقع والشيله برا يلا ومحمد في اغنيه لمحد قديمه بحبها بيقول شفتك وقلت البدر لاح يا من على قلبي سطيت يا سيدي ايه شوق الملاح لك صرت وانت ما داريت حاجه كده يعني هو اصلا من كتر ما غنيت لمحد انا احس ان هو خلاص بس مش هنزعله اكتر من مش فاكراها بس بحبها يعني انا دندن كده لكن افتكر ادينا حاجه مصري مصري هي مصري هي عشو والله انا من كتر ما بسمع خليجي نسيت انه مصري حتى كلامي بقى منجع لا 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 ما بنجع ولا شيء هذا رقم واحد مصري طب لمين اي حد والله ما فاكره لازم اتذكر شويه يعني في السناب الجايه هنا اقولكم انا السنابها ما اعرفه مكتوب ضفتها لتوني الحين لكن ما اعرف كيف يظهرون السناب مره ثانيه اسمها هبه ها كم دوام هبه ابو زايد مكتوب اسمها هبه ابو زايد بغيت احفظها ما عرفت هبه ابو زايد المصريه والله فنان خفيف الطينه سوالف اقول لكم ترى مكتوب هبه ابو زيد وانا قلت هبه ابو زيد وبالانجليزي ما بالعربي
نرد بارك الله فيكم على موضوعنا المسائي اللي هو ما قبل المغرب. ما قبل المغرب نحرمسنا عن موضوع أن الإنسان مستحيل يعيش سعيد طول الوقت، مستحيل يعيش تعيس طول الوقت، مستحيل أن يعيش في فرح وسرور طول الوقت. هذا أمر الله، أمر الله في خلق الله من استوت الدنيا، يوم سعيد يوم حزين يوم عدل يوم مايل، هذا أمر الله في خلق الله في البشر كلها. يا غير حد من العرب روحه يقدر يسعد عمره، يشتل من المود اللي فيه التعاسة يروح يبحث عن المود اللي فيه الفرح والأناسة، لكن ما حد يظهر من مود السعادة ويدخل في تعاسة إلا الإنسان اللي ما في حاسية. نحرمسنا عن هالموضوع وخلصنا، وقلنا لكم من أسباب المشاكل في الحياة إن الآدمي روحه يبحث عن التعاسة ويصير لها، أو شو الشيء اللي كدره ويصير جداه. مثلا حطينا مساء ورمسنا وقلنا عن إن اللي تابع مثلا في التلفزيون مال تفسير الأحلام يلقط اللي يقصن أحلامهن منو؟ الحريم 99% وتسعة من العشرة، 99% و9 من 10 من اللي يقصون أحلامهم يدورون مفسرين في المحطات وفي البيوت وفي على الواتسابات وفي الكتب وفي في كل مكان يدورون مفسرين الأحلام منو؟ الحريم. 99% نادر تلقى طريال يتصل في برنامج يعد على المطوع حلمه، اللي عاد البنيات والحريم يا المطوع اليوم شي استوى وحلمت هالنمونة ويوم وكل 24 ساعة ما ترقد اللي حلمت، وتصبح الصبح ينينونها لين تلقط المترجم هو المفسر. قبل المغرب قلت لكم ان ألد أعداء الإنسان في الدنيا العودة اللي هو الشيطان، والأحلام هذه وينتي من الشيطان، والشيطان بحياته ما بيفكر يجيب لكم أي شيء فيه خير لجنس بني آدم. أي بني آدم على وجه الكون الشيطان ما بيجيب له أي خبر ولا أي حلم ولا أي شيء كان فكرة أي شيء فيها ضر، هاي كلها من أشوار الشيطان، من أشوار الشيطان الله يخزيه. أنه الله سبحانه وتعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لأن بحياة الشيطان مستحيل يغديلك شيء يجيبلك خبر زين، كل خبر في يور وفي منكر وفي تعاسة للبشر والبشرية. هل تشوفون المصائب اللي تستوي كلها في الكون؟ هاي كلها من أمور الشيطان، من أمور الشيطان ووساوسه وأفكاره يغزي منه اللي عقله خفيف اللي ما عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا اللي يغزي ويسيطر على مشاعره ويدخل في رأسه مليون فكر ومليون يهد. فالعدو بحياته ما يسعى لك بالخير، ترى عدو. كان سمعته يوم من أيام الله حد من الأعداء، أعداء دول، أعداء بنادمين، أعداء يعني ترى عدو البلاد اللي تعادي بلادك تراها عدو، أيا كانت في شرق الأرض أو في مغربها. مستحيل تشكر على بلادك، مستحيل تشكر على حكامها، مستحيل تشكر على أرضها، مستحيل تشكر على شعبها، مستحيل تشكر على سياساتها، أيا كانت هالبلد قريب ولا بعيد. فالشيطان عدو رب العالمين، قال لك ان هذا اتخذوه عدوا، رب العالمين يقول لك هذا عدو. فتخيل ان العدو بيسوي لك شيء يفرحك، مستحيل. فمستوت الدنيا العدو ما تحصل من وراه الا كل شيء في شر، في بهتان، في ضر، في شيء ما ينفع للبشرية، شيء الأخبار الشينة، الأحلام، الشر كلها من الشيطان. كل حلم فيه شر، الأحلام ترى الأحلام من الشيطان،
والرؤية من الرحمن. فالشيطان اتخذ الأحلام كسبيل لتنقيص على حياة الإنسان في رقاده، يوم يحيده في غاية رقاده مستمتع برقاده، ياه بالأحلام المزعجة، وياه بالوساوس، وياه بالفتن، وياه باليهد وطحنة الزمان. ترى شيطان عدو، وين بيجيك؟ ما لقط له مدخل، يجيك في الأحلام، يجيك في عز رقادك وانت راقد، يجيبلك الأحلام المزعجة، ويجيبلك الأفكار اللي تخلي العقل مدلخ، ياك بأحلامه، ياك بكربه وليفه، أنصاف الليالي نشيت ميت من روح عرضه، ينبك يتنافق، والبوز ثلاث تمنن قدام البراطم، والويه غالي، ويه فيوري، ويه حصان ممتقط الويه. من شو مأثر عليك الشيطان؟ هذا لأنه لادم اللي أثر عليه الشيطان في الأحلام، هذا قليل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لإيمانه ضعيف يأثر عليه الشيطان. إيه من ينشم رقاده نشلك مدخن الويه، ومن ينشم رقاد هالعدمي ليته الأحلام. لأن الشيطان يجلس يدور التلفونات والمحطات الفضائية والجرايد والكتب والصحف، يدور ما تفسير الأحلام، يدور ما تفسير الأحلام بشتى الطرق. لازم يعد أحلام على منو؟ على المفسرين، يدور تفسير حق الحلم. الحلم اللي وين جاي؟ من الشيطان. لا، وأبشركم أن بعد إذا سمع التفسير من عند الشخص هذا، ولأن التفسير ما يازله، قال خلي ولي هذا، صار يسأل فلانة، صار يسأل علانة، صار يسأل زيد، صار يسأل عبيد. لازم يسمع تفسير الحلم اللي هو يوزله، ترى الشيطان يزين له. فيازم يدور الإنسان اللي بيفسر لك الحلم اللي يوزلك أنت يلي حلمان، والشيطان يارس يوسوس لك أنك أنت طالع الشيء الفلاني، لأن إيمانك ضعيف. ولا بيليج فرض الله، ولا بيرتاح، ولا بيستريح لين يسمع تفسير الحلم اللي يوزله ويماشيه ويطيح على رغبته وعلى هواه، مثل ما هو مرتاح، ارتاح لهالخبر هالتفسير، بس هذا هو اللي يعرف يفسر. ما بيفسر، ما بياخذ برمسة هاك الشخص اللي ما يازله تفسيره، لا، لازم بيروح يجلب، ما بيخلي مفسر في الدنيا العودة إلا شاكاب هالحلم، لين يسمع التفسير اللي هو يرتاح له. هي نعم، ترى الشيطان اتخذ من الحلم وسيلة يدخل الخوف والحزن والروع والرهبة. أقول لكم شيء، من حلم العرب من يحلم حلم ما يبات في بيته، بيتروع أن يتفسر الحلم، بيضربه زياغ النصة يزي، بيازم في رعب عايش، ما يبيه رقاد، حلمهم يسافر، حلمان في ضبي ما توعب إلا بياه الضحى العالي في الفجيرة. وشو السبب؟ الروع، أنه بيتفسر الحلم أنت ميتر. هذا من شو؟ كل من الشيطان يوسوسلك، يدخل فيك الريبة والوسواس والكدر والروع. نعم، وحد منهم يزرب عمره في حجرته ما يظهر باليوم واليومين والثلاثة، متروع ان ظهر ويه الباب يتفسر الحلم، وهذا كله من قل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، من قل الإيمان، من ضعف الإيمان. لا دمي إذا إيمان ضعيف، هذا ما ييه 100%. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا علاج للأحلام، الأحلام هاللي بيتيك من الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا علاج، والعلاج بسيط، ما شيء أبسط عنه، أبسط شيء في الدنيا لعلاج عن الأحلام اللي هتضلهن عليك الشيطان لا بركتن فيه، شيء من في أبسط ما يكون بلمح البصر بإمكانك تتعالج من هالحلم. العلاج شيء بسيط، إذا مثلا وحدة راقدة مثلا حلمت إن رأيلها معرس ماخذ خدتها، ولا معرس ماخذ ربيعتها، ولا
راعي تجار خسران في تجارته، راعي بحر طبعا محمله خسران في الشركة، شيء مستوي من الأحلام هذه المزعجة. علاجه في منتهى البساطة، أي علم أي حلم مزعج علاجه في متناول اليد في لحظة من الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطنك الدواء في نفس اللحظة. هنا هذه الوصفة من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم حلم مزعج أبدأ يتفل ثلاث عن شماله، ما بعد نخام لا تفال صغيرونه رداد، ثلاث تفلات ويتعوذ من الشيطان، ثلاث تفلات على الشمال وتتعوذ من الشيطان، وتغير طريقة نومك، إن كنت راقد على الطرف الأيسر ارقد على الطرف الأيمن، إن كنت راقد على الطرف الأيمن ارقد على الطرف الأيسر، وانت بالخير باعك، ما بيوايج في وجهك الشيطان. الشيطان روح بيت عوذ منك هذه الساعة، والشيطان روح بيت عوذ منك. قال إيه ترى أبوي هاي فطينة، تعرف سمعت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، روح بيت عوذ منك الشيطان، بيت عوذ منك اللي تسوي هالفعل. ما يبي ما يعديك أبوي القوايل والضحى والصبح مرتني شي مرقات تيلا بيس الدورين أرقام المفسرين مال الأحلام، والدورين هل بالإذاعة وهل بالتلفزيون وشرق وغرب، لا تخلين لا زيد ولا عبيد ما تعدين عليها أحلامك، ترى قلنا لك من الشيطان. شو اللي قال فنت وتفتكين بالصدعة والديانة، وكلن أبوي يدلي بدلوة وكلن يفسر لك الحلم على 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 شورك وعلى هواك وعلى الشيء اللي يوزلك انت، ترى في ظلم هذا، في ظلم للي بتظلمينه، وفي ظلم من هذا الادمي اللي فسرت الحلم على ما بغيتيه انت، على ما ابتغاك انت. لان هدف الشيطان يبي يعيش الانسان في وجل وروع وخوف ورعب، تازم تحاتي توسوس، لا ليلك ليل ولا نهارك نهار، والسب شو دخلك طريق الاستدراج في الحلم. يازم الشيطان يستدرج الإنسان في الأحلام، يازم كل يوم يخليك تتروع من شيء وتزيغ حتى ما ودك ترقد، ما ودك ترقد يا الإنسان، عسب ما تحلم نفس الحلم هذا وتنش بعدك مرة ثانية. فيجلس إبليس والشيطان، يجلس الشيطان يستدرجك إلى أن توصل مرحلة الوسواس. والوسواس كذا نوع، وأخطرهن الوسواس القهري. الآدمي من يوصل مرحلة الوسواس القهري، هذا قسليك من البحر، الوسواس القهري من مراحله أن يكون الآدمي متمسح بيصير يصلي، أوه أنا أثرني بوية ما مسحت على راسي، يرد يمسح مرة ثانية، توا بينش أفا أنا كما ظهر مني ريح، ينش ويتمسح من يدي جديد، خلص من المسوح رد مرة ثانية أنا ما مسحت على راسي أو ما غسلت ريولي. هذا يسمونه الوسواس القهري، هذا عادة من الاستحالة أنه يخوز إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا وصل إلى مرحلة صعب العلاج من الوسواس القهري، من أصعب العلاجات في الكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ويهزم إلا مسوح ورا مسوح ومسوح ورا، قاموا الصلاة وصلوا وظهرت العرب المسايد، وهو إلا مسوح ورا مسوح، يدد مسوحة وانتهى المسوح ونسي يغسل وجهه وبس على هالحالة. هذا يسمونه الوسواس القهري. شو سبب الإنسان إيه الوسواس القهري هذا؟ الوسواس القهري هذا الله يحفظكم سبب الخوف من الأحلام. يوم بتوصل مرحلة إنك تخاف ترقد وبتيك الأحلام المزعجة، وبيك قل الرقات تتروع ترقد، هذا يضرب الوسواس القهري، هذا السبب الرئيسي للوسواس القهري. وهذا كله تدرج إبليس الشيطان
الشيطان هو اللي يخليك تتدرج من مرحلة إلى أخرى، من مرحلة إلى أخرى. كيف يستدرجك الشيطان؟ يستدرجك لأنك أول شيء صدقته، ويتم خطوة بخطوة خطوة بخطوة يستدرجك الشيطان الخطوة بخطوة لين يوصلك إلى مرحلة الوسواس القهري. هذا عادة العياذ بالله من أشد ومن الصعوبة يخوز إلا إذا الله سبحانه وتعالى راد لك الشفاء منه. فالعلاج هين، ما يباله هالصدعة كلها قبل ما يجيك الوسواس وقبل ما يستدرجك الشيطان وقبل هذا كله، ما يبالك كلام. تدفل على يسارك ثلاث وتعوذ من إبليس، أنت والخير أربعة. لكن إذا أنك آزمت إلا وين نفسر الأحلام، إلا وين هذا يازلي وهذا ما ياز وهذا عدل الرسول صلى الله عليه وسلم ما في كلمة تنقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم لفيها صلاح لأمة محمد. فالرسول يقول لك إذا أنك حلمت حلم مزعج تدفل على يسارك ثلاث تتعوذ من إبليس وتغير مكان رقادك، تجلب لا على الشق اليمين ولا الشق اليسار، وتفتك من الصدع والديانة. ليش تعاند وليش تصير حق مفسر وغير مفسر، حد عدل وحد مايل والأغلبية مايل؟ ثلاث تفلات أبوي على اليسار، تفلات عادة تطبع الدنيا بتفافيلك ونخاخيمك، لا رذاذ أفكلك من أنك أنت من تصبح أبوي من تلفزون لين تلفزون، من قناة لين قناة، تصرف الشيخ الفلاني والمطوع الفلاني وكلهم أبوي خريط يمع تعال وتسمع. وحد من العرب وبالأخص الحريم ما يهنيلهن بال ولا يرتاحن ولا يليجن فرض الله لين يعرفن الشو هالحلم والشو معناه والشو الهدف وليش يعني أنا بد العرب والشو يباني فلان زايرني فرقادي وليش هذا تراوالي وليش بق المدخن وليش العود مصوره وليش هذا شو له من لازم هذا كله أبوي بتوصلين الخلاف إلى الوسواس القهري. هذا كله أبوي الشيطان من تشوفين أي شيء ما يازلك أو ما يازلك، لكن أغلبية ما يازلك، أي شيء ما يوز في الحلم تدفل أبوي عليك اليسار ثلاث تفلات تتعوذ من إبليس. هذا علاج من الرسول صلى الله عليه وسلم. أغلب أحلام أمهات بريجع شو أغلب أحلامهن؟ والله حلمان ريلي معرس علي سافر لبلاد الفلانية وعرس. زين المدحوبة نشيت الحين ترى هذو برواوينه الدالج طايح يناخر وحلا ريحة المداويخ شال الدنيا فوق 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 راسك. يعني شو يعني موجود برواوين ومداويخ وما فضل عنه بتوحى رسالة بعد مصرة ان تتصلين في الشيخ والمطوع وفلان وعلان فسروا لي الاحلام. ترى هذو عدالك من يلق ريحة من هج وظاهر بخياس وما فضل عنه. شو يعني وين بيت ما سافر موجود بعد مصرة انك انت تتصلين وتسألين؟ والله العظيم بخبركم عجب. ايه والرأي الفقير لو يظهر ولا يصير ولا يرد تازمين شال الدنيا فوق راسك والسبة المكالمات وين سرت وين جيت، لأن الشيطان زرع فيك أن ريلك ترى بيعرس وينينونك. عاد أنت الحين ينينونك تخبلتي خطر عليك تمشي وتمططين راسك، هي حاشرتني بالتليفونات وين سرت وين جيت وين منو عندك اسمع حس وياك بالسيارة تيننين هنا تخليني يظهر من ديوان عقله. هذا كله من استدراج الشيطان. دخل في بالك النبي عرس قم عاده انت حينه فتشت الحمار من لوحله. ما له اي داعي ولا له اي لازم انك انت ذكر كنت ام انثى انك تدور تفسير حق حلمك. هذا ما له أي لازمة ما له أي خص هذا كله شيء الواحد تعال من دونه. أنا تكشف لك أمر
فهو شيء من الشيطان، وأكيد أنه بيضرك. مثل ما قلنا في أول حديث أن الشيطان مستحيل يجيب لك شيء ينفعك، خبر يسرك مستحيل، ويجيب لك هالأمور كلها من الوساوس وكلها في الأحلام. علاجه الحلم من يجيك تتفل على يسارك تتعود من إبليس. وتصبحون على خير. أنا ياس على فكرة تري العماليون اليوم هذا اللي مسهلني، ما لقيت حد غيركم كلهم رقدوا عني، ما لقيت حد غيركم أفتح حرتي فيه وأجلس أسولف وياه وأقصر دوب لين يوم العمال. العمال وصلوا وحين بظهر يو واحد منهم قبل شوي بابا حنينا قلت شيك ويا البيبات، وبظهر عندهم بخبرهم شو يبون عشان يبون شيء قاصرهم ولا سيادة، وبصير أطيح. يلا في مالنا، ما تصبحون على خير بعد ما شيء تصبحون على خير الحين أورادي الصبح الشمس بحلقة شيء يشد عندي. يلا في مالنا.